اهلا، معكم حمزه من مدينه فاس. انا تنزوق على السواري النحاسيه وكنسفر ونجلد الكتب بالطريقه التقليديه. المشروع نتاعي هو كرافت درافت، تقدروا تعرفوا عليه معلومات اكثر craftdraft.org. هي ورشه تقليديه حرفيه صناعيه تنقري فيها عدة حرف، منها الزواق على النحاس، السفير نتاع الكتب، الزواق على الجلد، ورشات في الزخرفة التقليدية الإسلامية والمغربية. البيزنس بلان ديال كرافت درافت هو بسيط جدا. عندك جوج الاختيارات، هي أنك تشري برودوي فينال في السوق واجد، مثلا تشري صينية، أو تجي عندي وتصوبها بنفس الثمن اللي غادي تشريها، تصوبها عندي تقيب. ولكن الفرق هو أنك تجلس معايا 3 ساعات حتى 4 ساعات ونعلمك كيفاش تزوق من الاول حتى التالي باش تعيش التجربه ديال الصنيع التقليدي. المداخل الاساسيه نتاع كرافت درافت هي بكل بساطه كيدخل لواحد السيت ويب كيشوف واحد اللائحه ديال الورشات اللي عندي في لوفر، منهم الزواق على النحاس، الزخرفه على الكاغيط، منهم التصفير وتجديد الكتب، منهم الزواق على الجلد، وقريبا غتكون حرفه بغيت نحيي حرفه الكغاط اللي هي صناعه الكاغيط من الاول حتى التالي. هذه الاولى. حاجه ثانيه، كنعمل ورشات في الجامعات ولا في الرياضات في المدينه القديمه، كنخدم مع شركات تنعطيهم فكره حول الزخرفه المغربيه التقليديه. والحاجه الثالثه هي ان الواحد كيجي عندي كيكون عنده واحد اللوغو كيبغى يشوفو على الجلد ولا على النحاس وتنزوقو. النصيحه اللي غادي نقدر نقولها للشباب المغاربه هو ان راه الدوله ما غاديش تقدر توظف كل شيء. راه كي خديتي ماستر ب 18 راه كاين 300 ديال الناس معاك ولا 300 الف الناس اللي عندهم ماستر ب 15، الكومبيتيسيون تكون عاليه بزاف. يعني بديتي فكره المشروع ديالك مع راسك غادي تقدر تهز راسك لراسك وتهني الدوله منك وتعيش مرتاح وتكون حر مع راسك، ما تدخل لا مع 8 لا مع 7 الصباح، فاق فوق ما بغيتي وتخدم فوق ما بغيتي. والحاجه الثانيه عندها علاقه بالصناعه التقليديه. عندها الصناعه التقليديه راه ما عندناش دابا الاطفال اللي كيتعلموا الصناعه التقليديه، يعني الحرفه تقدر تموت في اي وقت في اي لحظه. يعني هذوك الشباب المغربي اللي والديهم في الصناعه التقليديه معلمين، حاولوا تاخذوا منهم الصناعه التقليديه وحاولوا تخرجوا منها شي فكره مشروع، وراه غادي تطق. لان هاد الوقيته دابا كتعتمد على الصناعه التقليديه. باش تكون مقاول راه ماشي هو انك تحل مقاوله ويكون عندك فكره مشروع، حتى هي راه عندها علاقه بطريقه الحياه. مثلا الا خدمتي مع شي واحد في شركه عارف راسك خصك تدخل مع 8 الصباح، لكن الا حليتي المقاوله ديالك تكون حر مع راسك، ما كاينش شي واحد اللي غايجي يفك باش تنوض من النعاس. يعني خص شنو هو داك لي موتيفاسيون اللي كتخلق لراسك انت باش تمشي تخدم على راسك. معكم حمزة من مدينة فاس القديمة، كنزوق على السواري النحاسية وتنسفر ونجلد الكتب بالطريقة التقليدية.